بدوره استعرض وزير المالية أحمد كوجك خلال المؤتمر الصحفي المرحلة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن 20 إصلاحا بعد حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية، مؤكدا أنها تستهدف الوضوح وسهولة التنفيذ وخفض الأعباء قدر المستطاع. مرة أخرى نكمل 20 إصلاح، هذا 20 إصلاح دول تم عرضهم على من خلال أكثر من 20 اجتماع قمنا به في حوار مجتمعي موسع مع كافة الجهات. أنا حابب بس إن أنتم حضرتك تشوفوا صور سريعة لبعض هذه الاجتماعات، سواء مع اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف. في اجتماع كان مطول وكان مهم جدا، كان في اجتماعات مختلفة مع جمعيات رجال الأعمال متنوعة محلية وخارجية. دي أمثلة وليس ما تم، لكن دي أمثلة واقعية مما تم خلال الأسابيع الماضية. عندنا أصحاب الفكر الاقتصادي وأصحاب الأفكار اللي ممكن كان يبقى مهم قوي إن احنا برضو نطلع على التجارب وعلى رأيهم وعلى خبراتهم. بنتكلم النهاردة على عدم اجتماعات بقى مع المهنيين نفسهم، مع أصحاب الشأن المباشر، المحاسبين يعني كل من يمثل مهنة الضرائب وخبراء الضرائب ومكاتب الضرائب ومكاتب الخبرات الاستشارية، مكاتب المحاسبة. يعني ده كله كان عندنا، وكان امبارح آخر اجتماع كان مع جمعية الضرائب المصرية، يمكن بحضور أكثر من 400 ممثل لكل من هو مسؤول عن عمل منظومة الضرائب في مصر، من أول مصلحة الضرائب وقيادتها انتهاء بكل المكاتب. فنتيجة ده كله متأسف، أنا برضو حابب أوضح حاجة، أنه يعني لو أرجع دقيقة واحدة بس هنا، حتى مهم قوي نوضح ان احنا كنا كمان بنتنسق مع شركائنا في الحكومه او في الدوله المصريه، وزاره الاتصالات قعدنا معاها كذا مره بنتكلم على جهاز المشروعات، عشان في الاخر احنا جايين بحاجه هتفيد وان شاء الله تقدر تحقق الغرض من وجود شراكه حقيقيه مع قطاع الاعمال ومجتمع الاعمال ومع الممولين، مبنيه على اللي انا قلناه من دقائق، يقين ووضوح وتبسيط حقيقي على الارض.